الزمالك يعاني من غيابات عديدة غدا في مواجهة النادي الأهلي، كيف تخطى الزمالك هذه المشكلة؟ أنا شفت إن في أكتر من لعيبة عندهم مشاكل، وطبعا أنت لما بتبدأ الماتشات كل مكان على الملعب بيبقى فيه أكتر من لعيب أو اتنين أو تلاتة، فطبعا كابتن عبد الله جمعة مش موجود، فأكيد هيبقى موجود الكابتن الشافعي، فأظن إن هيبقى فيه أكتر من لعيب للمكان، وأظن إن هم هيبقوا جاهزين إن هم يدوا أحسن ما عندهم في الوقت الحالي، الوقت الصعب الحالي، وهم هيطلعوا أفضل ما عندهم من كل لعيب لأن هم أقوياء جدا. وأنا نفسي أظن إن غير إن في أكتر من لعيب عندهم مشاكل، هيقدروا اللعيبة اللي هتنزل على الملعب هيقدروا يطلعوا أحسن ما عندهم ويعملوا أحسن أداء بالنسبة لهم علشان يطلعوا أحسن نتيجة إن شاء الله في الماتش. تتوقع تألق مين من اللاعبين غدا في هذه المواجهة؟ طبعا اللعيبة اللي هتلعب بكرة هيبقى عندهم خبرة كبيرة جدا، الديربي مش زي أي ماتش، الديربي هو الماتش اللي فيه حاجات كتيرة جدا لازم ناخدها في الاعتبار، زي مثلا لازم ناخد في الاعتبار الرياضيات بتاعت الماتشات، هم 3 نقاط مثلا، بس هم عقليا ونفسيا هم هيبقوا صعبين جدا ان احنا نجيب الـ3 نقط، بس لو هنتكلم على لعيبه بانفسهم تقريبا اللعيبه هتبقى الفرقه كلها مش لعيب بنفسه، لان الفرقه كلها هي اللي هتعمل خبره كويسه وهتعمل لعب كويس، هتعمل خبرة كويسة، هتعمل أداء كويس. مثلا اللي جاب الجول من كام يوم في الماتش طبعا هو كان قوي جدا ان هو يجيب الجول، وهو كان شغال على نفسه كويس جدا علشان يجيب الجول، وطبعا النادي الأهلي هو شغال إن هو يقفل كل المناطق اللي فيها مشاكل عنده في الفرقة، ودايما بيدور إن هو يسجل نقاط، ولو في لعيب هيبقى ماسك مثلا لعيب شغال رجل لرجل رجل لرجل هيبقى شغال معاه، ولازم يوم قافل المكان بتاع اللعيب ده، وانت لو دخلت في الـ في الـ في الـ في اللعيبة بتلعب ازاي او اللعيبة من زمان في كل الماتشات بتلعب ازاي، انت هتقدر تدور على نقط الضعف في الفرقة اللي قدامك وتقفل او في فرقتك وتقفل المناطق اللي فيها مشاكل.